رزاب نحن وين؟ نحن بالإنكو شوب جوني هاي واي. فوتوا لعندك عالم عصبية؟ كتير. بسألني إلي قد ما أنا لا تعرفوا عن شو عم بحكي. حضار الحلقة ها أول مرة بحياتي بتصير هو كتير روح. مرحبا. شو بدك عم طيب؟ مرحبا. صرنا ساعة بنقول لك مرحبا. اتخذني يا اخي ما اتخذني. نايم ما ضبطت عيني ما جاي من اخر الدنيا يا معلم. شو؟ وعايش اتصير بدي اشتري بس شوف قد ايش صار المدح. شوف شو بدك اياه ليان طيب. حبيب القلب. حبيب قلبي. لحظة لحظة لحظة. اجي لعندك بخدمك بعيوني انا. هي مدح بدك. بدي هذا. معلم. من الاخر هيدا شو سعره؟ اول شيء في مرحبا يعطيك العافيه. في خلص فهمنا. لا ليه معصب؟ شو يصير القصه؟ لا ليه معصب؟ بسم الله عليك. من ليه معصب؟ اذا بدي نبش عليك ما بلاقيك بطل. هيدا 110. 110 دولار. 110؟ ما ليه معصب بس؟ اخر شيء قد ايه سعره؟ اخر شيء قد ايه بدك تعمل لي فيه تنزيل؟ هيك راح اعطيك اياه ببلاش خايف انا ليه عم تعيط؟ انتوا عاملين عرض وفي خصم جاي من اخر الدنيا لهيدا المحل قالوا لي ايش؟ هلا ما بزعل حدا. اخر شيء قد ايه؟ والله صار هو 110. تفضل. طيب تفضل. تفضل. خي تفضل. يا ربي مر على الورع خير. ايه؟ شو بك يا طيب؟ ليه معصب؟ لا حول ولا قوة. 250. لك ما في منه. كلك ذوق بس انه 100 مرسي شو؟ شو مرسي؟ شو؟ هذا اللي حقه من الاخر اللي حقه. 110. 110 رد لي قربي. بدك رد لك فكرتك بتترك للبيت. يلا. انت اخذ شقه جديده يعني ولا خلص الله يرضى عليك يا زلمي. يا الله شو النهار هذا. هي لحظه انا رح اخبرك شو قصتي. انا عم بنبش على شقه لانه رحت على العزميه طلع غالي عم باخذ شقه جديده. رحت على الضيه طلع غالي. رحت على سد البشريه طلع غالي. رحت على الاشرفيه طلع غالي. اتصلت على برج حمود شو طلع غالي. لا برج حمود ما طلعت غالي طلعت منيحه بس انا ما حبيت خلي تعرف بالعجقه مش حسيت العجقه. شو هالعجقه؟ جيت انا من منين جاي حضرتك؟ جيت من بيروت. انا قلب بيروت عم ببرق. ما تقطشني الله يخليك بلا طول تصيري على سيره العجقه. علقنا بعجقه تلفت ما تعرف وين بدي اروح لا يمين ولا شمال. جيت قلت يا صبي ليه ما بتروح تروح تصفر صوب الكسليك. فت على الكسليك كل المحلات مسكره عصيره المحلات يا الغلا في حدا بقى عم يفتح كله سكر. يعني وصلنا لمحل تلفنا وتعبنا وما بقى قادرين. نحن صرنا الشباب عم نتوظف عصيره الوظائف ولا وظيفه يعني عم تنجح معي. كل ما اتوظف بمحل مش حتى صاحب المحل قال انا بحكي كثير. قلت له لا ما بحكي كثير. قال لي بلا بحكي كثير. قلت له فشر على رقبتك ما بحكي كثير. بدك تحترم حالك بس كون عم بحكي انا هيك. قلت له صاحب المحل لا صاحب المحل ما بحكي معك هلا. شو هلا؟ من الاخر قلت يا صبي ليه ما بتتوظف هون؟ جيت قلت له انا بدي اتوظف بدي اعمل بدي اتحسن حالي. انت من اي كوكب؟ وش تربي؟ خبرك نبذه كيف بلشت. شو عم بخبرني نبذه؟ عم تخبرني قصه حياتك. عم خبرك كيف بلشت معي. شو بلشت معك؟ انا سمع لك عم بقول انا فايت على محل عادي او عم خبرك نبذه كيف صرت انا بالمحل. كثير بالمحل لو بتخبرني قصة حياتك الله يرضى عليك. الله ما بيرضى على حدا. الله يرضى عليك. والله العظيم ليك سمعت لك الصبت انا الغلطان. تفضل. ساعة. شو عم تعطيني؟ شو عم تعطيني؟ اعطيني ال 40 دولار لهون. انت ليه معصب هيك؟ لك يا عمي ايش بك انت يا عمي؟ في بالمحل غيره. لا ما في حدا. ليه؟ بصير ما اعطيني ردلي المصريه. ما بنرد. خير ردلي المصريه. ما بنرد. احسن ما استعملوا معك القوه بعد نطول بالي. عصيرة القوه قلت لها لامي ما فيك بالقوه تقول لي. خبرك صار معي مع امي. وانا لا 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 خلص طيب حرد لك تفضل اول مره تفضل 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 تفضل. بعدني مطول بالي مع انه راسي ضوى. عصير الضوى ما تجي الكهرباء. ما تيجي. نعم خبرك. ولك عمره وستين عمره ما تيجي. ان شاء الله ما بتيجي. قلت له ان شاء الله. ان شاء الله ما بتيجي. هيك ناولني غرضي معلم عاد. قلت له بدك تجيبها على المحل بدها تعيش. ناولني غرضي ويلا اعمل معروف. ناولني غرضي. معروف تعرف. اعمل معروف اعمل لك بعد عم يحكي بالمنيح. بسألك اذا بتعرف معروف. خلص يا زلمه. بكرتك بتعرف ولا بكرتك بتعرف ولا معروف شر نحن فكرك عم تحكي عن معروف. هذا ساكن بأسد البشرية. تعال خبرك. قلت له انا كيف مصاحب هنيك يا خي. عملت لي كريزه قال لي صاحب المحل ناولني غرض يا خي. ناولني غرضي. قال لي صاحب يلا. قال لي صاحب المحل. قال لي صاحب المحل بتحكي كثير. قلت له ما بحكي كثير. والله ما بتحكي. ناولني غرضي ما في منك. ناولني غرض
ناولني غرضي، طلعت لي ديني، ناولني غرضي. من وين حضرتك؟ انا طالع لبرا. لا لغن عمل لك طالع لبرا، جيب معي واحد. لا هي لا هي خي، لحظه تفضل، هذا غرضك تفضل. لا لا ما معروف استاذ، تفضل. لا لا تفضل خلص، تفضل كيف هي، تفضل. كيف اهلك؟ شو عامل معك؟ كيف اهلك؟ اعطيني زلمه، اعطيني رد لي مترياتي. عم بسالك كيف اهلك؟ رد لي مترياتي. عم بسالك كيف اهلك؟ رد لي او لا بردهم. ما هو بده يشتري الا الاخ بردهم. بس عم بسالك كيف قهوتك، بركي بتحب تاخذ قهوه. تفضل بدي اعزبك. يعني انا ما طهرتك، ما طهرتك انا، ما طهرتك انا. من الحياه لا 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 طبعا ما حكي مظبوط انت وياه. ايه عصيرة الكاميرات ما عم تحضر مضروبة. هيدي الارض الحلقة بدك تقول باي. هيدا قانون كمين الاسمر بحبكم. يلا روح. شو سف؟ نحن وين؟ نحن بالإنكو شوب بفرع جوني. حلو. جوزيف قد ايه صرنا فاتحين هون؟ صرنا 3 اشهر موجودين على الاوتوستراد العام. ايه وكل البرودكتس تبع الانكو موجوده عندنا. يعني اسم الله عليكم، انا اليوم عم بطلع عندكم كل شيء. صح. بشو بتتميزوا اليوم؟ اسعارك كيف؟ الاسعار بتجنن. مدروس. يس، في عندنا سيرفيس سنتر كثير قوي ورانا من شركه الانكو، وكل البضاعه موجوده للنجارين، للحددين، للمزارعين بغاز. طب اليوم اذا بده يتواصلوا معك جوزيف، في انستغرام، في فيسبوك؟ يس، في الانستغرام جي ام برو سيستمز، تيك توك وفيسبوك. طول لقلك سن اللوجو. يلا يلا روح.